مرحبا مرحبا معكم بالعيد المنتقي مباشره من مدينه الدروه، وحزب كنتوجهوا عند الافضل ديالنا مهدي البيضي عن الجمعيه السيانيه لحمام السباق، وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. فهذا المسابقه ديال مدينه السماره، داكشي اللي كتكون الاجواء ديالها جد حاره وحاره جدا، ومن بعد ذلك الافضل ديالنا عزيز البيضي تمكن، المهدي البيضي تمكن في ديكلاراسيون في هذه المسابقة، وهم بالأوائل في الجمعية الزيانية، ولما لا عصبة مدينة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. ونشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش كانت التحضيرات ديالهم، وجيتوا لقيتوا الحمامة ولا لا؟ تسنيناها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المطلق كان صعيب شوية، وكنا كنتسناو تدخل في نهارة، ولكن مع الأجواء شوية حارة وكان البرد شوية ما دخلاش، ولكن الحمد لله الغد نهار السبت دخلات مع الصباح مع 8:30 تسنينا الحمامة. جات 8 ونص ديال الصباح، 8 ونص جات الحمامة الأولى. أييه. وش نشكروا بعدا الناس اللي داروا مجهود على باش ينجحوا هذا المطلق هذا، لا الإخوان ديال الضربة ولا العصبة ولا الاتحاد الشاوية. صراحة الناس دارت مجهود كبير باش ينجحوا هذا المطلق، لأنه صعيب. والحمد لله دخلنا واحد 11 حميمة في نهارة، وهذه هي الحمامة الأولى. السيري ديالها دوبل زيرو 29 20 2013 2013 2013. عندك شي ازدادات هاد الحمامة الأخرى؟ لا، هاد الحمامة حتى المباراة العام اللي فات ما لعبش بها بزاف، لعبت بها شي شوية وحبستها. وهاد العام دارت بريف في بويكرا وفي تيزنيت، ولا جرار ما هزيتهاش لأن هزيتها سمارة ديريكت. وكما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه هي الحمامه المعلن عند الابطال ديالنا المهدي بيضي، ابطال الجمعيه الزيانيه وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. ومبروك عليكم في هذه المسابقه، وكتعلنهم بالاوائل في الجمعيه الزيانيه ولما لا عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. وبالمناسبه كنشكروا الاخوان، وكنشكروا البطل الكبير الولد ديالي المهدي، تا هو راه تيعاوني في البريباراسيون. كاينه مجهودات، كاينه الخدمه صراحه، وخاصنا الصبر، واللي صبر راه يوصل. هذاك الشيء اللي كاين، ونخليو التعليق للولد ديالك هو اللي غادي يقول لنا شي كلمه في حق الاب ديالك وفي الحق ديالك. كيفاش كانت التحضيرات ديالكم في هذا الاسبوع هذا؟ الله يسخر الجميع. هادشي اللي نقول لك. وهذه هي الحمامه الثانيه؟ هي الحمامه الثانيه. بالنسبه للنيميرو الباق؟ نيميرو الباق 20 700 20 700. شنو 2013 تي هذا الحمام ما عندها شي انجاز ذاك السنه؟ عندها انجازات في ايمن تانوت، هذه ضربه كاتريام في ايمن تانوت، وضربه في سيت شيكر سانكيان. سيت شيكر ضربه سانكيان، لان انا في سيت شيكر درت بروميير سانكيان، ومن السلاله ديال المسافه هذه. المسافه. وبالنسبه للحمام الاولى الاخ عزيز، السلاله ديالها هذه مها بوجدوريه ديال حموده ديال سطات، حموده الشاويه، مولوع ديال الشاويه، و باها راكيط في الراكيط. الراكيط. وبالنسبه للحمامه الثانيه؟ هذه فيها البيشكار. الحمامه الثانيه فيها بيشكار جنسن. بيشكار؟ بيشكار جنسن. بيشكار جنسن. مها بيشكار وباها جنسن. وباها جنسن. مبروك على السلالة جيدة، والله يسخر لكم، كنتمنى لكم التوفيق في باقي المسابقات في الموسم القادم، وسواء هذا الموسم هذا، وتشكركم بزاف. وبالمناسبة نشكروا الأخ نور الدين موفقي، هو والحاج طونديم ومكوش كريم، والرئيس الجمعية طارق اسماعيل، والإخوان اللي تيسهروا في المكتب. داكشي اللي كاين، جميع مكتب الجمعية الزيانية بدون استثناء. وتحضر معنا هنا البطل ديالنا، البطل ديالنا الكبير مكوش، بطل الجمعيه الزيانيه لحمام السباق. بغينا يقول لنا شي كلمه بحق هاد الابطال هادو. وتنشكروك سي بالعيد على هاد المجيه ديالك وتكرفصتي معنا، وتنشكروا البطل ديالنا السي البيضي لهادي عامين يلاه بداو وحقق انجازات في هاد العام هذا، ديكلاراسيون مزيان، وعنده سلالات جيده مزيان كاع نيت. وتنتمنوا للجميع الموالي التوفيق. داك الشيء اللي كاين، والجمعيه الزيانيه ديما كتنتج ابطال، وابطال كل سنه كتنتج ابطال. سميتو العصبه، عصبه كازا. نتمنوا لهم التوفيق والمسيره لهاد المطالق اللي باقيين. التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. وتحضر معنا تو البطل ديالنا موفقه اللي غيقول لنا شي كلمه في حق هاد الابطال هادو.
أبطال المهدي بويضي. السلام عليكم بعدا، وحنا راجد مسرورين الحضور ديالنا للبيت ديال البطل ديالنا عزيز البويضي اللي كيشغل المنصب ديال الامين ديال الجمعيه ديال الزيانيه، امين المال. والحمد لله هو راه غني عن التعريف، هذه السنه الثانيه تبارك الله ديالو في الاولى، وراه حقق انجازات على طول المسار ديالو في هذه السنه، لا في خلال مرحله السرعه لا في خلال مرحله نصف الطويل، كذلك الطويل كما كتشوفوا في السماره راه تم تبارك الله راه دخل 11 حمامه من السماره في النهار، يعني في النهار الغد في الديكلاراسيون اللي ماشي سهله كعدد باش تدخل 11 سماري الغد وديكلاراسيون في الورقه. وتبارك الله حنا كنهنئوه، ومن جد وجد كما كنقول دائما انايا، وهذا الانسان راه انسان طموح وغايه وراه الولاعه وراه كيخدم، وكنشكرو راه كيبذل مجهودات كبيره وكيضحي معنا من وقته في سبيل باش ياثر الجمعيه، باش ما ننساش سبيل الذكر كنشكر دائما الرئيس ديال الجمعيه ديالنا بشخص طارق السماعي، كذلك جميع الموالئ والاتحاد ديال الشاويه حتى هو كنبلغوا ليه الرساله من هذا المنبر هذا، وكذلك الناس ديال العصبه، وكنشكرك انت السي بلعيد دائما راه كتقوم بجهودات جباره من اجل ارضاء الجميع، وما يمكنش غادي ترضي الجميع لان دائما عما العدل ماشي هو الارضاء. والحمد لله حنا جد فرحانين على هذا الانجاز اللي حققته مدينه الدروه في هذه الديكلاراسيون هذه، راه مفخره لينا ومفخره لجميع الموالي ديال مدينه الدروه. كذلك راه بالنسبه للبطل مكوش راه اعلن على الحمامه الثانيه في مدينه الدروه في تمام التوقيت ديال 9:18 والثانيه عاوتاني عنده مع 9:21. بالنسبه لي حتى هو راه انجاز في المستوى اللي هو اللي مباشره اعلن على الحمامه الثانيه من وراء البطل ديالنا عزيز البويضي، وهذا الام ديالو المهدي البويضي حتى هو راه بطل كبير اللي هو اللي كيتكلف بالرعايه ديال الحمام وبالمشاركات ديالو، وكتعرف هذه الهوايه كتطلب مجهودات جباره لا ماديه ولا معنويه، وحنا كنطلبوا من جميع المنخرطين باش يشجعوا هذه الولاعه في اطار الهوايه الشريفه، وحنا كنتمنوا من الله يوفق الجميع في المسابقات اللي جايه ان شاء الله، وراه حنا كنتحداو ان شاء الله في راسهم اللي الله ييسر لينا جميعا. فخر وتتواجد معنا هنا الحاج مغاري حتى هو اللي غادي يقول لنا شي كلمه في حق هذا البطل ديالنا. سيدي السلام عليكم، كنهنئوا الاخ البيضي عبد العزيز وكنهنئوا المهدي، مبروك عليهم ومكوش، ومبروك على الجمعيه الثروه الزيانيه، مبروك عليهم جميعا، مبروك الاخوان، والحمد لله بهذه النتيجه اللي حققوا هاد الابطال هادو، الحمد لله بهم. مكوش تبارك الله عليه راه هو انجاز دارو تبارك الله في المستوى، وهنيئا لهم هنيئا، وكنتمنى لهم التوفيق في مناسبات اخرى ان شاء الله في المسابقات اللي جايه ان شاء الله. والسلام عليكم. هذاك الشيء اللي كاين، ومعنا توا كريم كوشا هو اللي غايقول لنا شي كلمه في حق الابطال ديالنا، وكيفاش دارت المسابقه اللي دارت عندكم هنا في مدينه الدروه، وتتعلل من بين الاوائل في الجمعيه الزيانيه ولما لا عصبه مدينه الدار البيضاء، كيفاش حضرتي المسابقه واش جيتي لقيتي الحمامه الاخ مكوش وكيفاش دارت؟ كنت بالسبت كنت خدام، كان عندنا شي اجتماع في خدمه، ما خرجت حتى الوحده، ملي خرجت مع الوحده جيت شفت الكونستاتور غنلقى الحمامات داخلين بجوج، وحده مع 9:18 والثانيه مع 9:21. منين شفتهم فرحت حتى انا شويه. الحمد لله. الحمد لله منين جاو ودخلت 6 الحمامات بالديكلاراسيون، هاز 12 ودخلت 6 بالديكلاراسيون. دخلتي 50% ديال الحمام. 50% ديال الحمام داخل. مبروك عليك، وتوقيت جيد عندك بالنسبه لهذه المسابقه ديال مدينه ديال السماره اللي كانت كدور الادوار ديالها على حسب احوال الطقس. الحراره مفرطه وتمكنوا الابطال ديالنا ديال جمعيه الدروه باش يعلنوا من بين الاوائل في عصبه مدينه الدار البيضاء، ولما لا الجمعيه الزيانيه لحمام السباق، وكما كتشاهدوا معنا في الصوره هذو هما البطل ديالنا مهدي البويضي بطل جمعيه الزيانيه لحمام السباق، وابطال عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق، وبالاسم بالعيد المنتقي الناطق الرسمي لعصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. تشكر جميع الاخوان ديالنا سواء في الوطن العربي او جنوب او افريقيا او امريكا، وخاصه المملكه المغربيه، وتشكرهم بزاف على المجهودات اللي بذلوها في تطوير هذه الهوايه، وجميع المرسلات اللي كرسلوها لنا عبر الفيسبوك واليوتيوب، وما نساوش
رئيس عصبة مدينة الدار البيضاء عبد العزيز وادي الدال والكاتب العام سمو عز العرب وجميع عصبة مدينة الدار البيضاء بدون استثناء. ولا ننسى أبطال الأسبوع الحقيقيين هما مرافق الحمام لكونفيور اللي بذلوا مجهود كبير في أداء المسابقة في إطلاق الحمام في الوقت المناسب، وتشكرهم بزاف وتشكر جميع الناس اللي خدموا اللي قدموا لنا خدمة لا من بعيد ولا من قريب. وبالإسماء ديالي بالعيد المنتقي أن نلتقي رسمي لعصبة مدينة الدار البيضاء الكبرى لحمام سباق، نستودعكم الله وإلى اللقاء في مناسبة قادمة بحول الله ومع بطل آخر. إلى اللقاء. شكرا.